مثل ما نشوف بدينا اعمال الحديد، وهذه جسر السور يجب تربيط الجزء السفلي كامل والتربيط في الاعلى بعد الانتهاء، وعدم تسقيط الحديد الا بعد الانتهاء. مثل ما نشوف هنا البسكوت الخرساني يرفع بشكل كامل تحت الطبقة السفلية ويربط تربيط كامل، بعدين يتم العمل في الاجزاء العلوية. هذه شبه لبشة موجودة ضخمة جدا، مشروع فيلا. تابعوا مراحل العمل بشكل مباشر أول بأول إن شاء الله.